بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ مع بعض مجموعة جديدة من المحاضرات تخص التوتال ستيشن أو جهاز المحطة المتكاملة المشهور جدا دلوقتي في الكونستراكشن سايت، اللي بيقوم بأعمال كتيرة جدا. يعتبر هو دلوقتي من المحاور الأساسية ومن أجزاء مهمة جدا في أي موقع إنشائي. طبعا التوتال ستيشن تطور كبير جدا، يعني وصل بقى للصورة الحالية بإمكانيات عالية في التخزين وسرعة عالية جدا ورينج المسافات كبيرة جدا، زائد ابليكيشنز او فانكشنز ووظائف داخلية بتزيد كل يوم مع التاني. بدأ من حاجات كانت صغيرة سعرها كان عالي جدا، التخزين فيها كان قليل جدا، الإمكانيات الحالية بقت كتيرة جدا. النهارده بنحاول ان شاء الله نقدم كده اوفر فيو الاول او انترودكشن على موضوع التوتال ستيشن واللي احنا هنقدمه ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية. احنا هيبقى كل محورنا عن البيزكس اوف يوزنج التوتال ستيشن، وبالتالي احنا بنأكد مره تانية عن الاكويبمنت دي بتميجر الهوريزونتال انجلز والفيرتيكال انجلز زي ما احنا قدمناها قبل كده في الجزء الخاص بالفيدولايت والتوتال ستيشن، وكنا قدمنا ازاي بنظبط الاكويبمنت دي، بلس انها الاكويبمنت دي بتقيس الديستنس. كل الحاجات دي طبعا بتتم بدقه عاليه وبسرعه عاليه جدا. طبعا الاكويبمنت دي ليها بقى او فيها امكانيه انها اذا اتظبطت او عملها ادجستمنت عشان تقرا البيرنج، ده اللي احنا بنسميه اورينتيشن. ففي الحاله دي بدل ما الاكويبمنت بتقيس الهوريزونتال انجلز، لا بنقول دلوقتي الاكويبمنت دي هتبدا تقيس معانا تقيس البيرنج بدل ما بتقيس الانجل. الكلام ده بنعمله بان احنا لو رصدنا بالاكويبمنت اللي معانا دايركشن ويز نون بيرنج، يبقى في الحاله دي تبقى الاكويبمنت اورينتد. بنقدر من الاحداثيات او من البيرنج ده مع الديستنس نحسب البلين كوردنس الاحداثيات في المستوى الافقي، وده مهم جدا عشان عمليه المابنج او انتاج الخرائط بتاعتنا. او نقدر من الاحداثيات بقى اللي جايه من الخرائط بتاعتنا بعد عمليه التصميمات المختلفه، ناخد الاحداثيات دي ونبدا نحسب المسافات والانحرافات عشان تدينا في الاخر او نستخدمها في عمليه توقيع المنشات اللي احنا بنسميها السيتنج اوت. طبعا الميزه اللي بيديها لنا الاكويبمنت دي اللي هي بتسبلاي الريزلتس في الريل تايم، وطبعا الداتا بتبقى ستورد على الميموري، ودي طبعا ميزه كبيره جدا. طبعا استخدامات التوتال ستيشن كتيره جدا في كل بقى ما احنا نقدر ندخله في التطبيقات المختلفه في السيرفينج وفي الكونستراكشن. اللي احنا عايزين بقى نقول دلوقتي الكومبوننتس بتاعت الاي دي ام او التوتال ستيشن، طبعا بتبدا بالاي دي ام الوحده الاساسيه اللي هي بتبقى موجوده جوه اليونت بتاعتنا اللي هي سيرفينج تلسكوب. الالكترونيك ثيدولايت اللي هو اليونت اللي هي موجوده قدام عينينا، زي مايكرو بروسيسور داخلي زي الداتا كولكتور بلس الداتا ستورج يونت عشان نسجل عليها الداتا، بلس البريزم زي ما قلت لك ده شكل البريزم محطوط على الايه الترايبود ومع التريبراخ وحده التريبراخ بالادابتر بالكيس اللي بره اللي فيها البريزم اللي بيعكس او بنستخدمه عشان نجيب بيه الديستنس. الاجزاء بتاعه التوتال ستيشن طبعا هي سيرفينج تلسكوب، السيرفينج تلسكوب الانجل ميجرنج سيستم او الالكترونيك ثيدولايت، الالكتروماجنتيك ديستانس يونت الحاجه اللي بتقيس المسافه، بلس كيبورد موجوده معانا وديسبلاي موجود، في عندي تانجنت سكروز موجوده في حدنا للفيرتيكال للهوريزونتال واحد للفيرتيكال يحرك حركه بطيئه، اوبتيكال بلامت او ليزر بلامت ده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الثيدولايت اللي بنعمل بيهم السنترنج او بنظبط بيهم الجهاز معانا يبقى سنترد او بنظبط بيهم التسامد، الباتري بطاريات موجوده جوه الاكويبمنت تريبراخ، والمايكرو بروسيسور والداتا ستورج يونتس موجوده داخليه، كوميونيكيشن بورت واللي هي بتبقى موجوده جوه الاكويبمنت بنقدر نتش الاكويبمنت دي اي كمبيوتر او نقدر نقاد عليها يو اس بي وننقل الداتا بديفرنت ميثود طرق كتيره تنقل بيها الداتا. طب ايه اللي هيعمله التوتال ستيشن؟ طبعا في دلوقتي في عمليات انتر اكشن، فاللي في معايا الاوبريتور واقف على الاكويبمنت دي هيقدر طبعا يستخدم الاكويبمنت دي بصوره خاصه بعد ما حصل تطور وبقى الاوبريتنج سيستم بدل ما هو دوس بقى كل دلوقتي بقى ويندوز،
فبقى عملية الانتراكشن سهلة جدا، وبالتالي في عندي ديسبلاي بتوريني الحاجات الموجودة على الايه الشغل الموجود قدام مني، او الحاجة اللي تخص الاكويبمنت نفسها. مايكرو بروسيسور بيعمل بقى حسابات كتيرة جدا، بدءا من ان هو يعمل افريج الانجلز والديستنسز اللي بتتقاس، يعمل لي كوركشن للديستنس، يعمل لي ما يعرف بالبريزم كونستانت، هنشوفه بعد في المحاضرة اللي جاية على طول، واتموسفيريك كوركشنز وسي ليفل كوركشنز والماب ديستورشن كوركشن، كل الكلام ده فيما يخص تحويل او الاخطاء اللي ممكن تكون موجوده في المسافات اللي بتتقاس بالاي دي ام، فهو يعمل لها الكوركشن، يحسب الكيرفيتشر ريفراكشن ايرور لو احنا هنستخدم الاكوبمنت دي في انها تجيب ليفلز، يحول المسافة المايلة للسوب ديستانس إلى المسافة أفقية، يحسب الإليفيشن بتاع بوينت أو اللي هو ريديوس ليفل، وهيحسب كمان الريموت إليفيشن بوينت مش قادر أوصل لها نجيب المنسوب بتاعها، ميسنج لاين مش قادر أرفع على 2.2 تقدر الإيكويبمنت تطلع لي على طول الميسنج ديستانس، هنحسب الكوردينتس من الميجرمنتس الموجوده معانا، نعمل سيتنج اوت بوينتس ولاينز بالاكويبمنت دي، هنشتغل بريسكشن، هنعمل اريا كومبيوتيشن، عندي اريا عايز اجيب لها، عندي ارض عايز اجيب لها الاريا بتاعتها نقدر على طول من الاكويبمنت، لو عندي ديجيتال اليفيشن موديل عندي سطح تسويه وعندي ارض طبيعيه موجوده، عشان اوصل من الارض الطبيعيه للفاينل ديجيتال اليفيشن موديل او سطح التسويه اللي عندي الاكويبمنت على طول بتحسب لي الدبث وفي الكات والفيل وبتخليني اتابع في التنفيذ، لو عندي منطقه سيركلر وعايز اجيب المركز بتاعها يقدر الاكويبمنت، عملت قياسات مثلا سي 3 نقط على محيط الجزء اللي هو السيركلر دول او الدايره يجيب لي المركز الخاص بيها. وبالتالي بقى احنا عايزين بقى كده نقول احنا هنعمل ايه ان شاء الله، احنا هنقدم الالكترونيك ديستانس ميجرمنت يونت اللي هي الكونسبت، طبعا ما ننساش ان احنا اتكلمنا بقى على الجزء الخاص بالكومبوننتس والظبط بتاع الاكويبمنت او نعملها سنترنج و بمختلف الطرق وشوفنا ازاي نقدر نعمل سايتنج للبوينتس، فاحنا دلوقتي بقى هنروح على طول على اول كومبوننت تانية موجودة بعد الالكترونيك تو لايت اللي هي الاي دي ام، نشوف الكونسبت ونشوف ايه هو الكوركشنز للديستنسز اللي هي موجوده، وبعدين نتكلم على فكره بقى البيرنج والبلين كوردينس والبولر كوردينس والكونفرجن ما بين كل واحد والتاني، نشوف بقى فكره الاورينتيشن كنا لسه بنقول عليها، نخلي الايكويبمنت تقرا بيرنج بدل ما هي انجلز، وبعدين نستفيد بقى من عمليه الاورينتيشن دي في ان احنا نشوف نوقع المنشات ونعمل سيتنج اوت الكونستراكشنز، هنشوف ازاي نجيب المناسيب باستخدام التوتال ستيشن، ونتكلم على الدقه اللي جايه من المنسوب ده، وبعدين نقدر نحول في الاخر الكلام ده لان احنا نجيب البلين كوردينتس بروم التوتال ستيشن، هنشوف بقى موضوع السكشن، لو انا عندي نقطه هقف عليها نقطه دي ملهاش احداثيات هقدر ارصد نقط في السايت عشان تمكنني من ان انا اجيب الاحداثيات النقطه اللي انا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا دلوقتي مع بعض الجزء الثاني من التوتال ستيشن، اللي هو هنقدم فيه بقى موضوع الكوردينتس اللي نتعامل بيها جوه التوتال ستيشن. طبعا احنا في نهايه كل شغلنا واحنا شغالين في المواقع هو عباره عن ايستنج ونورثنج احداثيات بالنسبه للمحاور، بسميناها بلين كوردينت سيستم زي ما قدمناها قبل كده. اللي بيحصل بقى ان احنا في السايت بالتوتال ستيشن بنقيس زوايا افقيه وراسيه، والزوايا الافقيه والراسيه دول بنقيس معاهم مسافه مايله سلوب ديستنس، فعايزين نشوف بقى ازاي نقدر نحول القياسات دي الى انها تكون بلين كوردينت سيستم. فعشان كده بنلاقي ان احنا يعني اول حاجه احنا محتاجين نعملها في الموضوع ده ان احنا الاول بس نرجع نستعيد مره تانية الجزء اللي قلناه في الانترودكشن اللي هو يخص تعريف النورث دايركشنز، نعرف النورث دايركشنز كلها المستخدمه واحنا هنستخدم ايه في الشغل بتاعنا. الحاجه الثانيه هنعرف بقى موضوع البيرنج او بنسميه احنا الايه الهول سيركل بيرنج او الفورورد بيرنج اللي هو انحراف الخط اللي هو الزاويه اللي بتتقاس من النورث دايركشن وبتتقاس كلوك وايز لغايه اللاين بتاعي، فلو بتكلم على اي لاين موجود في الطبيعه او اي لاين بيربط ما بين اي نقطتين فاحنا بنعرف البيرنج هو انحراف او انجل ميجرد كلوك وايز ستارتنج فروم الزيرو اللي هو في النورث دايركشن ونلف كلوك وايز لغايه ما نوصل الى اللاين.
الحاجة بس التانية ان احنا بنأكد بس ان في حاجة تانية اسمها اديماس، فبنشوف ايه الفرق ما بين الاديماس وما بين البيرنج. في علاقة بقى ما بين الفورورد بيرنج والباك بيرنج، لان يعني في بيرنج عند بداية الخط وبيرنج عند نهاية الخط، بالتالي عايزين نشوف ايه العلاقة اللي موجودة ما بينهم. في النهاية احنا بنقدم، او احنا عايزين في الاخر نجيب الايسترن والنورثن كوردينز دي، اللي هي البلين كوردينز اللي هي جاية من البولار كوردينز، هي البيرنج والديستنس، فبنعرف الاثنين اللي هي الميجرمنتس بتاعت التوتال ستيشن. وبعدين بقى نشوف بقى لو عايزين نحول من بلين كوردينز للبولر، او نحول من البولر للبلين كوردينز، نشوف الكلام ده سيمبلي كده الاول بيتم ازاي. واحنا بنعمل بقى عملية التحويل ده، لان في حاجة عندنا اسمها الكوادرانت بيرنج، فنبدأ ندي الديفينيشن للكوادرانت بيرنج اللي هي الانجل اللي هي ميجر من النورث او من الساوث، هنشوفها في وقتها. نبدا بالنورث دايركشن، او احنا بنسميه الريفرنس ميريديان، اتجاه الزوال اللي بيبقى عنده الظل اقل ما يمكن. وبنبدا بالترو نورث، وهو الدايركشن توارث النورث بول، وده يعتبر حاجه دقيقه جدا نقيسه او نوصل ليه بالجي بي اس او بالاسترونوميكال اوبزرفيشنز اللي هي الارصاد الفلكيه. وبس الملاحظ بالترو نورث ان هو هيبقى في عندي كونفرجن ناحيه النورث بول، وبالتالي الدايركشنز بتاعت الترو نورث كلها ما هياش متوازيه، كلها فيها تقارب او فيها كونفرجن زي ما بنقول. وبالتالي استخدام الكلام ده في الديلي كونستراكشن ابلكيشنز ما هواش يعني هيبقى يعني مميز، لكن بنستخدمه وبيستخدمه الجماعة بتاع الجيوديتك انجينيرنج، هما اللي بيستخدموا الكلام ده. لكن في المقابل بقى في الماجنتيك نورث، اللي هو الدايركشن اللي بتقاس من الماجنتيك او بتقاس منه البيرنج. الماجنتيك نورث مش دقيق خالص، بتأثر باللوكال فاريشن للجرافيتي للماجنتيك فيلد، بتأثر بأي الكتروماجنتيك ويف، بيتغير كمان من تايم لتايم، بيتغير من بليس لبليس. ويكفينا بس نعرف ان في دلوقتي الديكلينيشن انجل الموجوده ما بين الترو نورث والماجنتيك نورث وصلت تقريبا في 4 درجات في مصر دلوقتي، وبالتالي هو مش ريكومندد، غير دقيق طريقة قياسه بالبوصلة، فيعتبر غير دقيق تماما. في المقابل بقى في عندنا الجريد نورث اللي احنا عرفناه قبل كده، وقلنا ان احنا في عندنا الدايركشن. الدايركشن ده بيبقى موحد وثابت لكل مجموعة الخرائط، وكله هو بيبقى دايركشن رأسي موازي للاتجاه الشمال الحقيقي اللي موجود عند السنترال ميريديان، اللي هو موجود في منتصف الزون اللي بعمل فيها الماب بروجكشن. يعني لو قلت ان مصر دلوقتي في الزون 36 في اليو تي ام سيستم، فالسنتر ميريدين عند خط طول 31، فمجموعة الخرائط اللي موجودة في الزون 36 كلها واخدة اتجاه واحد، والاتجاه واحد ده اتجاه رأسي موازي لخط طول 36. الناس اللي او الخرائط اللي في الريد بيلت زون اللي ليها خط طول 31 كلها ليها اتجاه رأسي واحد اللي هو الجريد نورث موازي خط طول 31. الاربيتراري نورث ده غير طبعا غير ريكومندد في الحاجات الصغيره، وده احنا ايه مش هنتكلم عليه. التالي بس في عندنا البيرنج، هول سيركل بيرنج والفورورد بيرنج، ده الديفينيشن. كل دول ممكن انا اجيبهم في الامتحان او نتعامل بيهم او نسال بيهم او نشوفهم في اي تكست بوك. كل دول حاجه واحده، انجل ميجرد كلوك وايز دايركشن ستارتنج فروم 0 اب تو 360، ده الديفينيشن بتاعها. ما ننساش بقى ان في بعض الاجهزه بيبقى مكتوب فيها الاذيمس بدل ما يكتبوا البيرنج، والاذيمس هو دي الانجل فروم ترو نورث، بس نبقى عارفين ده الايه ده الفرق. ما حد بيتكلم على اذيمس فما بيقدرش ما بيحدش نفسه ان هو بيتكلم على انجل ميجر من الجريد نورث، او بيتكلم على طول انها انجل ميجر فروم الايه انها على طول انجل ميجر فروم الترو. ايا كان بقى ايهما، لما بنستخدم بقى كده خلاص البيرنج، فاحنا بقى عندنا دلوقتي زاويه، والزاويه مقاسه من اتجاه الشمال رايحين الى الضلع. فلو الزاويه دي جايه من 0 ل 90 فبنقول احنا دلوقتي في الفيرست كوادرانت، لو الزاويه دي جايه من 90 ل 180 فاحنا كده في السكند كوادرانت، لو الزاويه جايه من 180 ل 270 يبقى احنا في الثيرد، لو من 270 ل 360 يبقى احنا في الفورث كوادرانت.
البيرنج بقى في عندنا تو بيرنج، بيرنج عند بدايه الخط اللي هو الفورورد بيرنج، وبيرنج عند نهايه الخط. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا عندي اللاين اي بي، بقيس البيرنج انجل من النورث لغايه اللاين. لو رحت عند بي بقيس من النورث لغايه اللاين، فيبقى في عندي دلوقتي ايه؟ تو انجلز، واحد عند البدايه واحد عند النهايه، ده فورورد بيرنج وده باك بيرنج. الرقم ما بين الاثنين الفرق 180، الفرق 180 درجه. وبالتالي نقدر كده بمنتهى البساطه دلوقتي، لو بقول ان عندي اللاين اي بي، فلو عندي الفورورد بيرنج لللاين، الفورورد بيرنج لللاين اي بي اللي هي الزاويه دي، خلاص ده البيرنج متقاس عند نقطه بي. لو انا بتكلم بقى على الباك بيرنج، الباك بيرنج لللاين بي اي، ده البيرنج اللي هو متقاس عند الاند بوينت بتاعت اللاين بي اي اللي هي البوينت اي، اللي هو برضه هيبقى نفس الايه الزاويه دي. الكلام ده انا برضه مكتوب معانا هنا كده، العلاقه ما بين الاثنين فرق 180. لكن لو انا معايا الباك بيرنج بتاع اللاين اي بي اللي هو ميجرد عند نقطه بي، هو في نفس الوقت الفورورد بيرنج لللاين بي اي، فورورد بيرنج لللاين بي، يعني برضه انا بدات من نقطه ايه. يبقى لما بتكلم على نقطه القياس او بدايه القياس، هي دي اللي بتحدد لي اذا كان فورورد بيرنج. لما اتكلم على البيرنج عند نهايه الخط، فده اللي بيحدد لي الفورورد بيرنج. وبالتالي يبقى الفورورد بيرنج لللاين اي بي هو في نفس الوقت الباك بيرنج لللاين بي اي، ان انا بتكلم عند نقطه ايه هي. كويس، يبقى ده فورورد بيرنج وده باك بيرنج بس عند نقطه. طيب لما نيجي بقى ناخد الكلام ده كده ونتكلم على البلين كوردنس او البولار كوردنس، معلش، اللي هي هتبقى الزاويه اللي بتتقاس من اتجاه الشمال. لو انا معايا الزاويه دي، لو انا قدرت اقيس الزاويه من اتجاه الشمال على اعتبار المستوى اللي عندي ده مستوى افقي، اتجاه الشمال ده في الافق. خلاص احنا ننسى دلوقتي لحظيا بس ان احنا بنتحرك في مستوى افقي، واتجاه الشمال هو ده قدام متقاس فيه مستوى افقي من النقطه اللي موجوده معايا رايحين ناحيه الايه الاتجاه المعتمد، سواء هو جريد نورث او ترو نورث او ايا كان. الزاويه اللي بتتقاس من اتجاه الشمال في اتجاه دوران عقارب الساعه، الزاويه دي اللي احنا بنسميها الايه البيرنج اللي موجود معايا. في نفس الوقت لو معايا البيرنج ومعايا الديستنس، دول احنا هنسميهم البولار كوردينس. ازاي اخد الكلام ده بقى واحوله لان هو يبقى بلين كوردينس ايستنج ونورثنج؟ الايه اللي احنا هنشوفه مع بعض. البلين كوردينس بعرف دلوقتي الاكسيس بتاعتي النورث والايست، وكل بوينت من البوينتس اللي معايا دي في معايا احداثيات للنقطه اللي هي بتبقى موجوده اي اي ان اي، ومعايا في نفس الوقت احداث النقطه بي اللي هو الاي بي ان بي. لما هنجيب نكتب الكومبوننت لللاين اي بي، هتبقى هي عباره عن اي بي ماينس اي اي، والنورث كومبوننت لللاين اي بي عباره عن ان بي ماينس اي اي. لو هنعمل بقى كونفرجن من البلين للبولر، كويس، يبقى انا معايا دلوقتي كوردينتس اي وان، هجيب الدلتا اي والدلتا ان، لما بديفايد الدلتا اي على الدلتا ان يديني الانجل ثيتا، دي الانجل ثيتا اللي هي نفسها الانجل ديت. لو قسمت دلتا اي على الدلتا ان، لو عملت تان ماينس 1 يديني الانجل ثيتا، لو عملت دي اللي هي ايكوال سكوير روت اوف دلتا اي سكوير بلس دلتا ان سكوير. لو انا بقى هعمل دلوقتي العكس، معايا الثيتا ومعايا الدي، اقدر دلوقتي اجيب الدلتا اي اللي هي عباره عن دي ساين ثيتا، والدلتا ان اللي هي عباره عن الدي كوساين ثيتا، دي الانجل ثيتا، يبقى دي اللي هي الدلتا اي دي ساين ثيتا، والدلتا ان هي اللي هي الدي كوساين دي كوساين. اخر حاجه بقى موجوده معانا اللي هي الكوادرنت بيرنج. يبقى احنا كده عرفنا البيرنج والفورورد بيرنج والباك بيرنج. الكوادرنت بيرنج بقى اللي هو مهم جدا لينا واحنا بنعمل عمليه الكونفرجن من البلين كوردينتس للبولر كوردينتس، ان لما بندفايد الدلتا اي على الدلتا ان ونجيب التان ماينس 1، التان ماينس 1 دي هي يوجوالي انجل ما بين الزيرو وال 90، فبناخد الفاليو دي از ابسولوت فاليو، بنقول عليها هي اكيوت انجل. والانجل دي هي بتبقى يا اما ميجر فروم النورث لغايه اللاين او فروم الساوث اب تو اللاين. يبقى لما باجي اعمل الكونفرجن بتاعي من الاحداثيات اللي هي البلين، لما بقسم الدلتا اي على الدلتا ان هيديني انجل، والانجل دي هي انجل من 0 ل 90. السؤال بقى الانجل دي هي انجل ميجر فروم النورث لللاين او من الساوث لغايه اللاين؟ عشان نعرف الكلام دون لازم اعرف انا في انهي كوادرنت. عشان اعرف الكوادرنت لازم اكون عارف الدلتا اي والدلتا ان كاشاره كساين، الساين بتاع الدلتا اي والساين بتاع الدلتا ان. فلو انا عرفت ان الساين بتاع الدلتا اي بوزيتيف والساين بتاع الدلتا ان بوزيتيف، فاحنا في الفيرست كوادرنت. لو الدلتا اي بوزيتيف والدلتا ان نيجاتيف احنا في السكند، لو الدلتا اي والدلتا ان نيجاتيف احنا في الثيرد، لو الدلتا اي نيجاتيف والدلتا ان بوزيتيف يبقى احنا في الفورث كوادرنت. ده اللي هيخليني او هيمكنني دلوقتي من ان انا لو قدرت اجيب الكوادرنت بيرنج
اقدر اعمل له كونفرجن واحوله الى فورورد بيرنج زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله في الايه الاساس الجاي. لما نيجي بقى نكتب الكوادرنت بيرنج لو سمحت نكتب نورث ايست، يعني احط الاول الاتجاه اللي ببدا بيه اما النورث او الساوث كويس، واروح لللاين التاني. فعندي دلوقتي ده نورث ايست، او بحط ساوث ايست، او احط ساوث ويست، او لو في عندي نورث ويست برضو بنفس الكلام. طبعا ده زي ما بنقول ان هو هنستخدمه في عمليه التحويل بتاعنا، بنستخدمه في السيتنج اوت، نستخدمه في الاورينتيشن والتوتال ستيشن زي ما هنشوف ان شاء الله في المرات اللي جايه. هنا بس قبل ما يعني ما ننهي المحاضره بقى في اكزامبل معانا كده سريع عشان نوضح بيه اللي احنا قلناه. given the forward bearing the line line AB اهو ده البيرنج اللي هو اللي موجود، ومعانا ديستنس ومعانا فيرتيكال انجل. طيب ايه بقى الريكوايرد؟ تعالى كده بالترتيب كده حسب ما هو موجود معانا دلوقتي. اول حاجه موجوده لو انا جيفن ده الفورورد بيرنج، ايه الباك بيرنج اللي هو موجود معايا؟ فالباك بيرنج هو الفرق ما بين الفورورد بيرنج والباك بيرنج 180 درجه، ولو الفاليو دي اكتر من 180 هنشيل 180 على طول، نطرح منها 180 يبقى الفاليو دي على طول 132.47 دقيقه. دي الايه الفاليو اللي هي موجوده معانا. طب السؤال اللي بعد كده، لو ده الفورورد بيرنج لللاين اي بي وده البيك بيرنج باك بيرنج لللاين اي بي، طب الفورورد بيرنج بتاع اللاين بي ايه؟ يعني معناها ايه الكلام ده؟ يعني البيرنج بتاعي البيرنج ميجرد عند نقطه بي كويس. طب فين البيرنج اللي ميجرد عند البوينت بي؟ هو نفس الباك بيرنج لللاين اي بي ده اللي هو ميجرد عند الايه البوينت بي، وبالتالي الفاليو دي هتبقى بتساوي على طول الايه الباك بيرنج لللاين اي بي. بنفس الطريقه باك بيرنج اوف اللاين بي اي معناها ده البيرنج ميجرد عند البوينت اي. فين تاني من فوق هنا البيرنج ميجرد عند البوينت اي؟ لان هو الفورورد بيرنج لللاين اي بي اللي هو هيبقى بالتالي الانسر اللي معايا هي كده. ده فكره الايه الفورورد بيرنج والباك بيرنج، ان الفورورد بيرنج عند بدايه الخط والباك بيرنج عند نهايه الخط، وبالتالي نقدر من هنا ايه نعرف الريليشن شيبس المختلفه. اول ما يبقى معايا الفاليو موجوده اللي هي الفاليو دي انا محتاج اعرف ان يبقى كوادرنت الفاليو معايا جايه من 312.47، هي موجوده ما بين 270 و360، يبقى انا كده في الفورث كوادرنت، وبالتالي يبقى الكوركشن او الكوادرنت بيرنج اللي هي الزاويه اللي جايه من اتجاه الشمال الى الضلع هتبقى هي عباره عن 360 ناقص الايه الفورورد بيرنج اللي هو موجود معايا. برضو زي ما قلت لك ان انا بعد ما بجيب القيمه لازم اكتب انا في انهي كوادرنت، فالكوادرنت بتاعه هو النورث ويست، مش هكتب كده هينقص في الامتحان. طيب الدلتا اي والدلتا الدلتا اي والدلتا الدلتا ان الدلتا اي عباره عن الدي ساين الفورورد بيرنج، والدلتا ان هي عباره عن دي كوزاين الفورورد بيرنج. دي هم الايه التو فاليوز اللي هم موجودين معانا. الدلتا اي دي ساين فور دي الدلتا ان دي كوزاين، بنحط الفاليوز وبنجيب القيم. خلي بالك ده بنسميه احنا الكومبوننت مركبات الضلع اللي هي موجوده معايا، لكن اول ما بكون معايا المركبه وعايز اجيب الاحداثي فالاحداثي بتاع نقطه بي هو الاي بي ايكوال اي اي بلس الكومبوننت اللي هي الدلتا اي، فاجيب الكومبوننت واضيفها اجيب الاي بي، وبنفس الطريقه من الان اي زائد الكومبوننت اقدر اجيب الايه الان بي. كده احنا يبقى خلاص جبنا الاحداثيات بتاعه النقط.